يسود هدوء حذر في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان بعد اشتباكات متقطعة خلال الليل، رغم اتفاق الهدنة الذي توصل إليه مسؤولون لبنانيون وممثلون عن الفصائل الفلسطينية في المخيم أمس. وكانت حصيلة الاشتباكات التي وقعت في المخيم منذ السبت الماضي قد ارتفعت إلى 11 قتيلا. معنا من محيط مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا جنوبي لبنان مراسلتنا دارين الحلوة. دارين، كيف هي الأوضاع في عين الحلوة خصوصا في ظل ارتفاع الضحايا إلى 11 قتيلا؟ في الواقع ساعات الصباح كانت هادئة نسبيا وهي أعقبت ساعات محتدمة عسكريا خلال ساعات الليل، لكن على الأرجح أن هذا التصعيد قد عاد إلى وتيرته السابقة مع ما يمكن رصده من أصداء تسمع للطلقات التي تستخدم فيها أسلحة متوسطة وثقيلة في هذه الاشتباكات. في خلال جولتنا في محيط عين الحلوة لاحظنا أن يعني هذا الهدوء ترافق مع عودة نسبية للحياة. بعض المحلات قد تمكنت من فتح أبوابها بعد إقفال قصري دام يومين، ولكن على الأرجح هذا التصعيد الأخير سوف يعيد الشلل إلى محيط عين الحلوة. أيضا خلال ساعات الهدوء يعني كان واضحا بالنسبة لنا أن الأهالي قد خرجوا من مداخل ومخارج عين الحلوة للتموين، وبعضهم هربا بحثا عن ملجأ آمن، كما كان يبدو واضحا لنا عبر هذا المدخل بالعين المجردة. لكن اللحظات الأخيرة قبل هذه الرسالة والتي شهدت يعني احتداد لشدة المعارك قد خفت عقبها حركة السكان بعض الشيء، بالإضافة طبعا إلى حركة السيارات التي تكاد تكون معدومة باستثناء من يعني يتمكن من إجلاء ذويه من داخل المخيم إلى خارج المخيم، على اعتبار أن نهاية هذه المعارك غير معروفة الأمد. وهنا أشير إلى أن اجتماعا سوف يعقد اليوم في السفارة الفلسطينية في بيروت بين الفصائل والجهات المعنية بهذه الاشتباكات، سعيا لوضع حد لهذا التدهور الكبير والاحتواء حدة هذه المعارك، خصوصا وأن قراري وقف لإطلاق النار قد جرى التوصل إليهما في اجتماعين سابقين متفرقين، ولكن طبعا سقط الاتفاقان عقب احتداد المعارك. وأيضا هناك اجتماع سوف يعقد في دار الفتوى اللبنانية من أجل الضغط على المعنيين ومن يمكنهم طبعا التأثير ميدانيا على المسلحين من أجل وقف المعارك، على اعتبار أن مدينة صيدا ما عاد يمكنها أن تتحمل شللا لوقت أطول، وقد طال رصاص هذه الاشتباكات والقذائف مناطق عدة في صيدا وأدى إلى شلل كبير في الحركة فيها. نعم. وحتى على الأوتوستراد الحيوي الذي يربط صيدا ببيروت وصيدا بجنوب لبنان. من عين الحلوة في مدينة صيدا جنوبي لبنان مراسلتنا دارين، شكرا جزيلا لك.